هنروح للخبر اللي بعد كده، وده خبر من الأخبار الجيدة. محمد أنني لاعب الأرسنال، محمد أنني لاعب الأرسنال يتكفل بعلاج ناشئ بلدية المحلة. طبعا احنا عارفين محمد أنني أصوله من بلدية المحلة، وأصوله من المحلة. النهاردة اللاعب أحمد السعداني ناشئ المحلة، بنتمنى له كل الشفاء إن شاء الله بعد تعرضه لجلطة في المخ أدت لتوقف الجانب الأيسر. النهاردة دور محمد النني، تكفل بعلاج اللاعب كاملا. أحمد السعداني موجود في مستشفى المعلمين. محمد النني بيتكفل بكافة الإجراءات والفحوصات كلها إن شاء الله لما اللاعب يرجع لنا بألف سلامة. ومن هنا بنقول لأحمد السعداني إن شاء الله ترجع لنا بسرعة للملاعب، ونشوفك مرة أخرى في ملاعب الناشئين مرة أخرى.